أحسن الله إليك يا شيخ. من يذهب إلى السحرة بغرض العلاج أو فك السحر؟ الذي يذهب إلى السحرة آثم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له. ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر، بشرط أن لا يكون هذا الساحر يدعو مع الله أحدا، أي مشركا، فإن المشرك نجس ولا خير فيه. نعم. طيب يا شيخ، ما ينطبق عليه الحديث من أتى ساحرا أو عرافا؟ نعم، لكن العلماء يقولون إن الذين أجازوا هذا للضرورة قالوا إن الله تعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن أتدري ما هي الضرورة؟ الضرورة أن يخاف الضرر بمرض مستمر أو موت، وألا يمكن علاجه في القرآن والأدعية المباحة. أقول: ومن العلماء من منع ذلك، قالوا: لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولو مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرة فقال: هي من عمل الشيطان.